السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. الكلام على اللعيبة اللي عندهم أصول جزائرية في أوروبا ما شاء الله عشرات، مش لاعب ولا اتنين، كتير جدا. فغصب عني اعذروني لأن في إخوة بيقولوا لي اتكلم على اللعيبة دي. يعني إحنا اليوم في أيام بتبقى مضغوطة، الأيام دي بالذات بطولة أفريقيا للأندية 4 مجموعات، في كل مجموعة بيبقى ليها ماتشين، يعني في 8 ماتشات كل أسبوع لازم نتكلم عنها. في بطولة أوروبا للأندية، في الدوري الإنجليزي أنا بتكلم عنه. واعذروني بس أنا ليه بتكلم على بدر الدين بوعناني؟ في نجوم كتيرة طبعا إن شاء الله هيستفاد منهم المنتخب الجزائري، بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، ولكن انا بتكلم عليه ليه؟ لان هو ليه حاله خاصه. اولا سنه صغير، سنه صغير بشكل جميل ما شاء الله، يعني هيدي مستقبل مع الكره الجزائريه منتخب الجزائر. وبعدين الجميل ان هو لعب لمنتخب فرنسا وهو الناشئين، منتخب فرنسا للناشئين تحت 17 سنه كان لاعب اساسي، منتخب الشباب بعدها بسنتين تحت 19 سنه اختاروه منتخب فرنسا، واختاروه في دورة الألعاب البحر المتوسط اللي هو السن تحت 21 سنة. يعني إذا في الـ3 منتخبات بيختاروه، يبقى هو مش لاعب قليل. اللي لاعب المنتخبات ده بيبقى ليه مستوى خاص، بيبقى لاعب سوبر. فإحنا مش هنفتي إذا كان اختاروه في منتخب الناشئين مجاملة، مش هيختاروه في منتخب الشباب، مش هيختاروه في منتخب البحر المتوسط، لا. حاجة جميلة، ده لفت نظري رقم واحد. رقم اتنين، ان ابوه كان حارس مرمى في التسعينات في الدوري الجزائري، نادي وداد تلمسان، كان حارس المرمى ابو بدر الدين بوعناني. وكمان بقى الاجمل من كده ان بيلعب في نادي نيس اول موسم ليه السنه دي، يشترك لانه لسه 19 سنه، ما كملش 19 سنه. فالجميل ان بيلعب معاه هشام بوداوي ويوسف عطال، الاثنين بيلعبوا، او بالذات يوسف عطال بيلعب منتخب الجزائر على طول. فاللاعب بدر الدين بوعناني بيشوف يعني اهل جنسيته معاه في الفريق ولعيبه كويسين، وشايف ان هم بيروحوا منتخب، هو ليه ما يكونش زيهم؟ فبرضه هم عامل مساعد انه يختار منتخب الجزائر، زي برضو ما كان ابوه عامل مساعد انه يخش في مجال الكرة، ان ابوه كان حارس في نادي في الدوري الجزائري، والولد ابتدى بقى تدرج في الناشئين ما شاء الله مميز جدا. هو ده اللي لفت نظري، النقط دي ان نتكلم عليه. انما في نجوم كتيرة بس ما فيش وقت. يعني النهاردة انا عملت فيديو وفي ماتش دلوقتي لازم هشوفه هعمله، والساعة 10 بالليل في مباراة مانشستر سيتي في بطولة أوروبا، برضو هعمل فيديو الساعة 12. فالأوقات ده يوم وقت ما بيكتب اللعيبة اللي عجباك اللي جاية من أوروبا، لكن يوم ما نلاقي وقت أكيد هنتكلم.